بسم الله. أيها الأحبة، قصة مرت بي لما كنت إماما في أحد المساجد وخطبت به سنين طوال حتى تركته رغما عني. هذه القصة تدور حول امرأة كانت تقف بباب المسجد دائما، وكانت تسأل الناس إلحافا، تسأل الناس إلحافا وتشدد في المسألة، وكلما خرجوا الناس وجدوها عند الباب أعطوها ما معهم في يوم الجمعة. وسألت الناس في المسجد فأخبروا أنها لا تأتي إلا في يوم الجمعة، وكان الناس يعطونها حتى رآها الناس كثيرا عند باب هذا المسجد. فبدأ بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يبخل. وفي يوم بعد أن خطبت الجمعة وانتهيت من السنة وخرجت من باب الإمام، إذ المرأة أمام الباب تنتظرني، فقالت: أنت يا هذا؟ فقلت لها: نعم. قالت: إن الناس كانوا يعطونني والآن لم يعطني أحد، ووالله أن ورائي صبية لا كافل لهم ولا كاسب لهم إلا أنا، وإني لا أجد عملا ولا أستطيع أن أعمل، ولا أستطيع أن أترك بنياتي وأبنائي في البيت، ولا آتي إلا في هذا الوقت بعد أن أنسق مع جيراني ليحفظوا أولادي حتى أعود إليهم، وإن الجيران هم بأنفسهم فقراء ولا يجدون إلا القليل، فأنا في هذا اليوم الذي أجمع فيه أنفق به على أولادي. فقلت لها: يا أختي، لو أعطيناك أو أعطاك غيرنا هل لجأت إلى الله قبل أن تلجأي إلى الناس؟ وهل سألت الله سبحانه وتعالى قبل أن تذهبي إلى الناس؟ قالت: إني أعبد الله سبحانه وتعالى وآتي بالفرائض. قلت: عليك بالسنن، عليك بالنوافل، واعلمي أن من أعظم ما يجلب الرزق أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن تكثري من الاستغفار لله سبحانه وتعالى، وأكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ووالله العظيم ليرزقنك من حيث لا تحتسبي، بشرط أن تتق الله في سرك وعلنك، وليكن الاستغفار منك ومن أبنائك. فعادت إلى بيتها وأخذت تستغفر الله سبحانه وتعالى الجمعة كلها. وفي الجمعة القادمة لم تأتي عند الباب كعادتها، والجمعة التي بعدها لم تأتي أيضا، والجمعة الثالثة. فأصبح عندي هاجس أن أسأل عن هذه المرأة وأن أبحث عن خبرها لعله يكون فيها عبرة للناس. فسألت حتى وصلت إلى جارها، فقالوا أنها رحلت من البيت، أخذت أبناءها ورحلت. فقلت لهم: إنها كانت فقيرة، كيف رحلت؟ قالوا: سبحان الله العظيم، وهي على هذا الحال التي أخبرتنا بها، وقد أخبرتنا أن إمام المسجد قال لي: إلزم الاستغفار، والزم لا حول ولا قوة إلا بالله، واتق الله في سرك وفي علنك. أصبحت لا تترك الاستغفار أبدا، ولا تترك لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أصبح هذا الأسبوع كله في هذا، وأولادها معها يستغفرون. فوالله ما هي إلا أيام قلائل حتى أتى ابن عم لها وخطبها ووافقت وتزوجها، وعلموا أن ابن عمها هذا هو من أغنى أغنياء الرياض، بل يعتبر من أكبر أثرياء المملكة العربية السعودية، وهو يملك من المال شيئا كثير، لكنه كان لا يلتفت إليها. فسألت عنه وكلمته هاتفيا، وسألته عن المرأة، فقال: أنت فلان؟ فقلت: نعم. فقال: لقد أخبرتني في قصتك، ووالله ما كنت أفكر فيها ولا بزواج منها، ولا كنت أعرفها حتى نمت ليلة من الليالي، فأتى من يوقظني من نومي يقول لي: اذهب إلى فلانة واحتوي أولادها وأعطها مما وسع الله به عليك. فسألت أمي وأخواتي عن هذه المرأة، فقالوا: إنها أرملت فلان، وأنه لا كاسب لهم، وأنهم يعيشون في المدينة الفلانية. فارتحلت أنا وأمي وذهبنا لهم، وقد أحضرنا معنا شيئا من الطعام والشراب. فلما جئنا ودخلنا عندهم قلت: أن الله أرسل لكم هذا، ووالله لم أستطع النوم حتى آتيكم بهذا، وقد أيقظني من نومي، فماذا تفعلون؟ قالت: لزمت ما أمر به الإمام، الاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما أراد أن ينصرف يقول: ونحن خارجون في السيارة، فقالت لي أمي: يا ولدي، ألا تكسب في هذه الفتاة ثوابا؟ إنها لا زالت صغيرة السن وهي امرأة صالحة، والله يا ولدي إنها جميلة، فتزوجها. فقلت: يا أمي، عودي فاختبيها لي. فعدنا فدخلت أمي عليهم مرة ثانية، فخطبتها وتزوجتها وأملكتها بيتا من أغلى البيوت وأوسعها، وكان هذا بفضل لزومها الاستغفار وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يلجؤون إلى الله قبل أن يلجؤوا إلى الناس، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، منقول من لسان الشيخ حفيظ الدوسري حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما
ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير